بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد سعيد على الأمة الإسلامية وعلى مصر بالأخص وعلى أهلي في بورسعيد. الفيديو ده أنا عامله عشان وفاة والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان العظيم عمر الشريف. عمر الشريف بالنسبة لي ساعدني جدا من غير ما اعرفه اسمه، بس ساعدني جدا. الافلام اللي انا كنت بشتغل فيها والمخرجين والممثلين الكبار ما كانش في اي كلام بينهم وبيني من غير ما نذكر عمر الشريف. حتى انا ايام ما جيت امريكا وبدايتي في امريكا ايام الكلية، لما كنت اقول كلمة مصر كان كله يقول عمر الشريف. عمر الشريف بوجوده ساعد مش بس العرب في هوليوود، ولكن كل الاجانب اللي جم هوليوود عمر الشريف كان بالنسبة لهم مثل اعلى. تشوفوا يعني أنطونيو بانديراس كتب إيه أول امبارح على حبه وتقديره لعمر الشريف. مخرجين كبار، ممثلين كبار، كانوا ما كنت أتكلم معاهم زي ما قلت يتكلم على عمر الشريف كأنه ثروة، مش ثروة لمصر بس ولكن للعالم أجمع. السينما المصرية أو القائمين على السينما المصرية، يعني النهاردة أما شفت الجنازة وما حضرهاش ناس من وزارة الثقافة ولا الإعلام، وده ما يقللش من قيمة عمر الشريف عالميا، لأن القائمين على السينما في مصر اللي ما حضروش ما همش بالدرجة العالية ان هم يحضروا جنازة راجل عالمي، لان السينما المصرية القائمين عليها، وانا ما بخافش لان انا مش محتاج منهم حاجة، لان السينما بتاعتهم درجة تانية. السينما المصرية الموجودة دلوقتي درجة تانية. عمر الشريف كان اخر الموجودين اللي هم رفعوا السينما المصرية في عهدها الذهبي، يعني أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، عمر الشريف. فاللي شايفه أنا في السينما المصرية والقائمين على السينما المصرية عيب بصراحة، عيب بصراحة اللي انتم ما تحضروش. حتى أجهزة الدولة المفروض اللي هي تحضر ما حضروش، ده فيها مش عاوز اغلط صراحة، مش عاوز اغلط، ولكن فكروا فيها. اما كانوا بيحتاجوا عمر الشريف في مهرجان القاهرة الدولي عينوه يبقى رئيس شرفي، ما كانش حد بيجي من الممثلين العالميين الا عشان عمر الشريف. إما كانوا محتاجينه استعملوه. عمر الشريف حياته كانت صعبة لما خرج من مصر واشتغل، والظروف السياسية كانت ضده في مصر وقعد بره تعب. المهاجر مننا اللي بيخرج من بره مصر، أنا ما بقارنش، ولكن كلنا يعني ممثلين كتير من العالم العربي خرجوا عشان يحققوا أحلامهم. الحلم ده اللي بناه عمر الشريف. فبصراحة انتم ما عندكوش دم، القائمين على السينما المصرية والوزراء المهتمين ولهم علاقة بالسينما والثقافة، انتم ما عندكوش دم. انتوا عارفين خبر
عمر الشريف، موت عمر الشريف كان أول خبر بيجي في النشرة الإخبارية الأمريكية، كان أول خبر لأنه كان ثروة عالمية. فإن أنتم هو مات ما تفرقش معاه حضرته، ولكن لينا احنا كلنا نشوف ان في حاجة في ديفو في مصر الآن، حاجة تحزن. بشوف التمثيليات والبرامج اللي طلع في رمضان، ايه ده؟ ايه الزبالة دي؟ ده مؤاخذة ان انا اقول كلمة الزبالة، التفاهة دي عيب، شيمة اليوم، عار على كل واحد في السينما المصرية ما حضرش ولا كرم عمر الشريف، عار عليك. السينما المصرية بتموت، وماتت، اتدفنت. السينما هي مش المصرية اللي هي التافهة الموجودة دلوقتي بتاعت السبكي، لا، السينما العالمية المصرية، دعاء القروان، شيء من الخوف، بداية ونهاية، الأفلام في بيتنا رجل. ايه ده؟ ايه ده العظمة بتاعت عمر الشريف؟ والله انتم ما عندكم دم، مفروض تروحوا تدفنوا نفسكم، اخص عليكم، اخص، مش اكتر من كده هقول. انا عندي كلام كتير مش عاوز اقل ادبي ولساني يطول لان عيب، ولكن عيب عليكم، عيب عليكم. السلام عليكم، احسن ما اغلط كتير.